ده المنظر حلو قوي من هنا يا عم باه. تعمل ايه وانت متضايق قوي او وانت مبسوط قوي؟ لو انا متضايق بالذات يعني بجري على الود اكتر من انا مبسوط. لو انت متضايق اجري على الود اكتر، لان هو ده بعتبره علبه السجاير بتاعتي. انا ما بشربش السجاير يعني، بس هذا اعتبره هو السجاير بتاعتي. هو ده اللي تفش فيه غله. يعني بدل ما تفش في السيارة، ولا انا اعرف الناس اللي بتضايق بترجع السيارة، لا انا بجري على الود ومبسوط برضه، بغني مبسوط برضه احيانا. وتغني بقى اصناف حزيني وانت زعلان، واصناف فرايحي وانت مبسوط، ولا لا هو برضه بجيب فرايحي وانا زعلان عشان ما تغمش بقى. يعني انت من الناس اللي يحبوا يبقوا مبسوطين. دايما انا مش عاوز اغمي نفسي يعني عشان. طب بقول لك ايه، واحنا تحت عدى علينا دكتور وعدوا علينا جيران قالوا لنا انتوا بتصوروا مع عم باهي. طب كل حته انت روحتها كانت الناس مبسوطه بيك كده؟ لا مش كل الحتت يعني، الناس بالذات هنا في الدقي والمهندسين، يعني الدقي فيها سميعه. يعني الدكتور ده احيانا بيكن فهو ماشي عشان يشوف الكوبليه يخلص ازاي. هو مكسوف يقف في الشارع احيانا، واحيانا بيمشي بطيء لحد ما نخلص الكوبليه. وفي دكتور يطلع السلم برضه عندنا، مثلا ايه يطلع يقف في الدور الاول، العود بيمشي معاه في، ممكن بيمشي في الدور الرابع، الصوت بتاع العود بيرن فيقعد في الدور الاول يخلص بقى الكوبليه. ما فكرتش تسيب موضوع حارس العقار ده وتفتح فرقه وتغني وتعزف؟ لا هو الفرقه انا كنت شغال فرقه الاول. كان عندك فرقه؟ كنت شغال يعني على 12 سنه بفرقه كده في الصعيد، اسمه كف الصعيدي، بيتكون من طبال وعواد وضفاف وفنان، اربعه البطانه دول دايما كده، مش شرط الفرقه معينه يعني، ممكن العواد ده مش فاضي الفنان بيتصل بعواد تاني بيجمع، لازم في الليله الرايح لها يجمع اربعه. دي اللي انت لما حكيت لي انكم كنتوا بتروحوا افراح وكده. بالظبط. طب وانت في القاهره هنا يا عم باهي، مفيش حد يندهك مثلا يقول لك تعالى غني عندنا مناسبه، حتى من السكان ناس تعرفهم؟ لا كتير كتير والله، بس بيكون بعيد، بقول ما اقدرش اسيب العقار وهنا مع السلامه. لو قريب بروح يعني جماعه القريبين، بخلي العيال يقعدوا. طب خلي بالكم نص ساعه لحرجع. انت اسرتك ساكنه معاك هنا يا عم باهي؟ اصلي ساكنه هنا. في حد من ولادك طلع فنان زيك، عنده موهبه العود، عنده موهبه الغنى، حد كده؟ في معايا بسام الكبير خالص، لما طلع صغير كان من 6 سنين لقى العود في البيت فقعد يدندن لوحده في العود، فاتعمق لما عشان اتعلم في الصغر بقي يده خفيفه احسن مني. يعني من التعليم في الصغر غير، انا اتعلمت كبير فوق 25 او داخل على 30 سنه اتعلمت. انا بحسب من وانت صغير. لا اتعلمت على كبر، انا اتعلمت كبير يعني، كنت الاول اغني كده فقلت اجيب عود طيب حد يعزف عليه وانا اغني، ما فيش لقيتش حد يتعلم عود، انا اضطريت اتعلم عود انا. طب حد من ولادك الصغيرين، انت ولادك الصغيرين مين؟ ندى واسلام. ندى واسلام. اه وحد منهم طيب بيعرف يغني برضه، ايده خدت على العود؟ لا هم حب يعزفوا اورد بس مش العود يعني، ندى حبت الاورد ما حبتش العود. فهي ندى دايما توعد تقول لي سمعني اغني لي دي، غني لي ده واعزف معاها انا. هي حتى علمتني حاجات انا ما كنتش متوقع حاجات اتعلمها. حاجات جديده بقى. اه تعالى ننزل بقى ما عطلكش عشان حد يسال عليك تحت.